ثقة العملاء في إمكانات وخدمات البنك، والتي تعكس متانة قدرتنا التنافسية ونجاح خطتنا المتكاملة التي نعمل عليها نحو مستقبل مستدام للجميع. كل الاحترام وخدمات بنك البلاد من خلال تعاملنا معهم، يعني لا هو بس على المستوى الشخصي والبيرسونال اكاونت، ولا على المستوى يعني اللي هو الريتيل، ولا على مستوى الكوربريت. يعني بالعكس لما تتصل فيهم تلقى على طول نيكست داي عندك 2-3 جايين من الكوربريت من التيم. الصرح هذا الكبير، وإنما بنك البلاد معروف والحمد لله، يعني هذا شيء طيب، بس نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. بالعكس بنك البلاد والله من أفضل البنوك الصراحة، يعني خدماته مميزة. بالعكس والله أنا أشوف إنه ما شاء الله كثرة البنوك، يعني زي ما تقول هذا يدل على الازدهار.